مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم بلغوا عني. لابد للسالك في طريق الوعي والارتقاء من معرفة نفسه، فإن لم يعرفها يظل حبيس نفسه وحجوبها ولم يدري كيف يجاهدها وينعتق من حبائلها. للنفس مقامات، ولكل مقام حجب، وكلما تدرج السالك في هذه المقامات اكتشف العوائق التي تقف في طريقه للوصول إلى الاستنارة. وقد عرف السادة المتنورون النفس على 7 مقامات، وهي أمارة، لوامة، ملهمة، مطمئنة، راضية، ومرضية، ثم كاملة. وكما رأينا في الحلقات السابقة، فإن للأسماء والحروف طاقة تؤثر علينا وعلى كل ما حولنا، فما بالكم بأسماء الله الحسنى والتي لها طاقة ذات تأثير قوي في النفس والجسد والخلايا. فبذكرها نستعيد حياتنا وننعشها من جديد بكل تفاصيلها. وتطبيق الأسماء الحسنى اسم بعد اسم سوف يكشف لنا النتيجة التي تبهر، وبذلك يسهل تدبر خلق الله للكون والسماوات والأرض. ولكي نسير إلى نور الله سبحانه وتعالى بطريق المحبة، فعلينا أن نعرفه أولاً، فالمعرفة هي هدف وجودنا، والتي بها نحقق العبادة لله كما يجب أن تكون. وأول طريق المعرفة هي فهم واستيعاب وتطبيق أسماء الله الحسنى التي شاء أن يعرفها لنا سبحانه وتعالى، فلا انفصال ولا تناقض، بل كلها صفات بجلاله وكماله وأفعاله. أي اسم من أسماء الله الحسنى فائق المعنى وله تأثير فعال في حياتنا اليومية والعلمية والعملية. وأثبتت بعض البحوث والدراسات إلى أن كل اسم من أسماء الله الحسنى له تأثير قوي على الشفاء، ويمكن تفعيله بترديده على المناطق المراد الشفاء منها، مع النية بأن الله هو الشافي المعافي من كل سوء. وكلما تعلمنا الأسماء الحسنى وفعلنا كل اسم منها، أصبحت حياتنا مختلفة للأفضل عما كانت عليه في السابق. وأسماء الله الحسنى هي إحدى أكبر المناهج السماوية، وفيها كل ما تريد معرفته في أمور الحياة المختلفة. وكما شاهدنا في الحلقات السابقة من بلغوا عني أن لطاقة الكلمات والحروف والأعداد تأثير جلي على حياة الإنسان، نؤكد في هذه الحلقة أن أعظم الكلمات تأثيراً هي ما يتعلق برب العالمين، فكلماته غلبت كل شيء. كما أن أسماءه الحسنى مرتبطة بالكون والإنسان، فبإسم الله القيوم تقوم السماوات والأرض، وبإسم الله الحي أصبح الإنسان حياً، وهكذا. وقد رأى بعض العلماء أن معاني وأسرار الأسماء في تهذيب النفوس وتطهيرها تلتقي في 7 أسماء أساسية تدور في فلكها مراتب النفس 7، ويمكن إسقاط هذه المراتب على الشاكرات ومداخل الطاقة في هالة الإنسان على الترتيب التالي: النفس الأمارة، إن النفس لأمارة بالسوء، صدق الله العظيم. وعلاجها في التهليل قول لا إله إلا الله، وهي تضبط طاقة شاكرا الجدر. النفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، صدق الله العظيم. وعلاجها في الاسم المفرد، اسم الجلالة الله، وهو مرتبط بالشاكرا المقدسة. النفس الملهمة، واسمها عندنا السوية، فألهمها فجورها وتقواها، صدق الله العظيم. وعلاجها في الاسم المضمر، وبوابتها شاكرا الضفيرة الشمسية. النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، صدق الله العظيم. وعلاجها في اسمه تعالى الحق، وهي مرتبط بشاكرا القلب. النفس الراضية، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وعلاجها في اسمه تعالى الحي، من خلال شاكرا الحلق. النفس المرضية، وعلاجها في اسمه تعالى القيوم، عند شاكرا الجبهة. وآخرا النفس الكاملة،
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وعلاجها في اسمه تعالى القهار. وتتدفق طاقته من خلال شاكرا التاج. ولكل ذكر من هذه الأذكار مجال وأثر مخصص في عالم السير والسلوك إلى الأنوار، طاقة ربانية نشحن بها دواخلنا وأرواحنا، وصفات نورانية ننهل منها خيرا وبركة عند تعدادها. ندعوكم للاستنفاع بطاقتها وقوة تأثيرها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. صدق الله العظيم. إلى الملتقى.